طبعا دائما بمثل هالمناسبات دائما يكون في العاب خفه في بعض الخدع البصريه والترفيه، فاحنا دائما يعني نعطي الخباز خبزه. فمعنا اليوم لاعب الخفه المعروف والشهير معين البستكي. حياك الله يا معين. صباح الخير. يا مرحبا وسهلا فيكم. يا هلا يا هلا. خير عليك يا رب وعلى الجميع باذن الله. جزاكم الله خير. متوتر من بعيد تستريحين؟ طيب اوكي. المهم ما ننقص ولا ما لا تبين؟ لا ما بي الحركه موجوده. لا احنا لازم ان يكون في تواصل بصري. اي لا عادي اللي عشان نشوف. طيب اوكي. اليوم معين وين يعني بصراحه في نقول هذا صندوق شم صندوق. حاضرين احنا معك. احنا جمهور. احنا جمهورك اليوم. سنبر الرحمن. سنبر الرحمن. يلا احنا لا راح نشوف اول شيء اول لعبه واحده وبنطلع فاصل وبعدين نرجع لك مع العاب ثانيه باذن الله. طيب ايش رايكم تستريحين استاذ اذا الوقوف موترك؟ عادي يعني لا ماشي حالك انت قاعد. أنا بتأخر. لا رجعها أرجوك رجعها. فين راحت؟ لا من جد فين راحت؟ احنا ما عندنا تحت الأرض. الله ما شاء الله. فين راح الطيب؟ معين ايش الموضوع؟ وين ديد يو جو؟ راحت الفلبين قالت بسلم على الوالده اسلم عليها وارجع حق النيو يير. موضوع خطير صراحه. بس تفسير في اسئله يعني كثير. ايوه يعني انا عاده ما تمشي علي هذه الاشياء. قعدت الف وشوف فين ما في شيء. بس اقول يعني هاي الحركه تذكرنا بحركه عملناها معاكم. صحيح. من كم من شهر للاستاذه ساره. نعم. فجينا نيو يير نعمل لكم اشياء ان شاء الله لطيفه وحلوه. تستانسون معانا ولنا قاعده وياكم وفي اشياء مميزه ان شاء الله. والله حضورك ساحر. الله. شكرا على هذا الحضور الرائع. احنا راح توقف لوقفه جديده ونرجع معاك بالعاب ثانيه جديده. واذا ودك كمان تشارك ساره باشياء ولا خلاص؟ لا تحمست. يلا انا جاهزه. يلا خلاص يلا انا جاهزه. خلينا نرجع عندك معين. حياك الله. يا هلا فيك مرة ثانية. معين ما شاء الله احنا شفنا خدعة بصرية قبل شوي كانت مذهلة ورائعة. الحين وين ممكن نروح؟ تجيب احد بالطيب تخفي احد الجمهور الحبيب على السنة الجديدة. نعم. وان شاء الله السنة الجاية تكون افضل إن شاء الله. واحسن من اللي راح ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله بصحة وعافية دائما. دام ان احنا طالعين من السنة القديمة للسنة الجديدة. نعم. الشيء اللي دائما لازم نركز عليه ان نتخلص من الذكريات السيئه، الذكريات مرت علينا ما موجوده يمكن من بيننا. بنجرب شيء مع الاستاذه ساره. نعم. بعقب دقيقه. عندنا قلاص هني فاضي مثل ما تشوفون بحطه هني على البيس وبرجع بمكاني. ايوه. استاذه ساره ابيك تتذكرين موقف سلبي يمكن صار لك على 2023. تذكري الموقف هذا في حال ما انه موجود نبغى نتخلص منه. اوكي اللي ابغاك تسوين ابغاك تجيبين الذكر هاي اللي عندك هني كانه يدامج. زين اوكي
وإننا نبغى نتخلص منها أباك تركزين على القراص اللي أنا أخذته من الطاولة من عندكم وحطيته على على الطاولة اللي هناك. ركزي كأنه في مسدس من عينك قاعد ينسهم لين القراص هذا. من عدلنا عدد ثلاثة كأنش قاعد تركزين عليه. بنقول 1 2 3 لا أباك تركزين أكثر، ركزين أكثر. أوكي. لو لا ما حيصير. ركزي عليه. بنقول بس انا ما خفت تركز علي انا ايه لا انا طايرين طيب انا طايرين هاني ايه يلا يلا استنى شيل 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عيني سويت كذا؟ لا عينها خفيفه هي بس راحت هذه الشيء الذكرى السلبيه المفروض استغنينا من انت اوكي ايه فجعت الذكرى فجعت الذكرى السلبية. أخوي هاني لا أنا ترى أرجو من الأشياء اللي أنا زين أنا أنت أوكي أنا حلو وضعي زين وضعي زين السهام هالصوب يعني ولا لا لا ما في سهام إن شاء الله ما في حط مخدات كذا سهام بروتكشن يعني أخوي هاني من الأشياء اللي الناس يعرفون عندي هي حركاتي في قراءة الأفكار تقريبا من اللي أسويه إني أنا أستعمل الحواس الخمس نعم. إني أستشف المعلومة من الحاسة السادسة. تلعب طاولة أحياناً؟ لا والله ما كنت أوكي مونوبولي يوم صغير يعني أعرف الوضع النرد هذا تعرف النرد صح؟ تأخذ النرد وتحطه على الطاولة وتغطي عليه إيه خلينا نرتب الطاولة شويتين هات الورق تحطي على الطاولة من غير ما أنا أشوف تغطي عليه أغطي بإيدي ولا أغطي بإيدي غير كم من مرة أنت شوف أنا والأستاذة سارة ما راح نشوف لحظة خلنا أنا بوري المشاهدين معي أوكي ما نشوف أوكي أستاذة سارة على أساس ما تغششين يمكن يقولون طيب يعني بغطي بس بشوف الرقم تشوف الرقم أوكي حلو عندك شفت أوكي الرقم هذا لا تقولي لا أنا قاعد أقوله حق بعض الناس موجود أي خلاص موجود طالع فيني هل في أي طريقة أنا ممكن أعرف؟ أنا ما شفت الأستاذة سارة ما شافت صح؟ صح ركز كأن في خيط من مخك إلى مخي يلا لو أنا مش غلطان يمكن أكون غلطان من 1 لـ6 في رقم موجود عندك في بالك حاليا وانت قاعد عندك النرد نعم رقم 5 صح؟ راوي صح صح راوي صح 5 صحيح أوكي. كيف 5؟ خلينا نسويها مرة ثانية مرة أوكي. ثانية غير لرقم ثاني أو خليها مثل ما هي على راحتك غطيها مرة ثانية خلينا نشوف لو ممكن ماشي بسم الله يلا راح أختار مع المشاهدين هذا الرقم عندك رقم؟ إيه؟ عندي رقم عندك؟ إيه؟ عندي. خلاص أوكي غيرت ما خليت مثل ما هو رقم 1 راهم رقم 1 صح؟ رقم 1 صحيح رقم 1 راهم أوكي صحيح. خلي هالمرة إيه؟ هالمرة غير لا انت تشوف لا المشاهدين يشوفون يمكن قاعد تقول يمكن في شيء في ذني ما في شيء في ذني لا انت تشوف لا المشاهدين يشوفون تحطه على الطاوله تغطي بايدك خلينا نشوف لو ممكن انا اخمن اوكي ما شفت ما حد عارف طيب اي خلاص بسم الله ما في اي طريقه ممكن انا اعرف صحيح ما في أي طريقة أنت تعرف صحيح للأستاذة سارة ولا المشاهدين يمكن يكون غلطان رقم 3 شوف أنت شوف أستاذة سارة وراول جمع رقم 3 3 كيف يا أخي كيف الموضوع شلون كيف أنت خبيتها كويس بيدك يعني خبيتها كويس هذا في شيء الأستاذ هاني أي من الأشياء اللي أنا ذكرتها آخر مرة عندنا في البرنامج إن في يمكن طاقة أنا أتعامل معها أسميها عبدو عبدو؟ عبدو أوكي اللي أبغاك تسوي هذا اللمبة هاي أنا أخذتها من الاستوديو عندكم برا وجلعتها وأباك تمسكها بإيدك أنا حسألك كم من سؤال لا تطيحها بس تكون في إيدك موجودة وتغطيها على أساس إن نشوف على أساس إن الليت ما يضرب فيكون مشع تغطيها على أساس إنه يبين أوكي. الكاميرا تأخذها وانت كمان ممكن تشوف لو حاب انك تشوف اللي ابغاك تسويه اي اوكي اعتقد ممكن يبين اوكي جزاكم الله خير وايد تساعدون اكثر من اللي عندي اللي ابغاك تشوف بس ان هم الجمهور يشوفون اللي ابغاك تسويه ابغاك تفكر لي بمكان حابب تزوره
قريب يمكن بعيد ما بس في مخك موجود. انا ححاول اخمن هذا الشيء موجود في مخك. انا ما في اي طريقه، لا سالتك ولا خبرتني ولا همس لي ولا اعطيتك فلوس انك تخبرني. اقدر اكتب حق ساره اساسيه تعرف بعد تعرف شو، خليها مفاجاه لساره زين، خليها مفاجاه فكر فيها. المكان هذا لو انا ذكرته غلط ما راح شيء حصير، لو ذكرته صح الطاقه اللي اسميها عبده حتساعدنا ان شيء يصير عندك في مو ما حتنكسر هنا، ما فيها كسر. زين مكان حابب تزوره في مخك، المكان هذا انا اصلا اعرف تعرفين. أوكي. أوكي. هو انا مو يعني مو زايره قاعد يعني يقول لي مو زايره. زين قبل اوكي زين المكان هذا طوكيو؟ لا اوكي. المكان هذا لو مش غلطان شد حيلك يا عبد. هل 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 المكان هذا معروف عنه، هو الدولة هي معروفة عنها أن من الدول الرومانسية تقريباً؟ نعم نعم صح؟ أيوة زيارتك يعني فيها أسرار. أوكي إنزين خلينا نفكر في المكان شو هي. هل نوتردام صح؟ صحيح. أوه ماي جود. أوف إيش هذا؟ اشتغل. أباك تفكر لي برقمك المفضل، برقمك المفضل، عندك رقم مفضل حاليا هاليومين؟ في حال ما سألنا أي أحد عن الرقم المفضل إنزين، لو سألنا عن الرقم المفضل حيكونون العادة يقولون رقم 7 لأن رونالدو أكثر الناس رقم 7، ولكن رقم كنت رقم غير صح؟ صح. ما هي رقم 7؟ لا مو 7. هل الرقم هذا متعلق بلاعب من لعيبة الكرة ولا لا؟ يعني ممكن ممكن صح؟ ممكن. نعم. أوكي أقول رقم، لو الرقم غلط عبده ما راح يساعد، لو صح يمكن عبده يساعدنا مرة ثانية. جزاك الله خير ما قصرت. الرقم الأول 3؟ لا لا. رقم 10 صح؟ صحيح رقم 10. أوف عبدو ألو. آخر واحدة ارجع لي بالذاكرة يعني وقت. شوف احنا لازم نعتذر من عبدو لانه وقت طول علينا. شكرا معين والله من جد شكرا، يعني دائما تذهلنا صراحه بكل العابك الخفه، وان شاء الله دائما موفق في مسيرتك باذن الله وسنه خير عليك يا رب. شكرا لك. خلينا نروح لفاصل.